صباح الخير، انا اسمي مارجو. شو بدنا نحكي؟ احنا طول النهار زعلانين وبنبكي على اللي فينا، واحنا هالسنه العيد مش رايحين نعيد ولنا والاطفال. ابني معاه سته وهذاك معاه اثنين، واحنا في الدار كنا بلا شغال وبلا اشي، لا شجره مضويه ولا كرت معايده ولا منروح نشوف حدا ولا منيجي. يعني اشي مش طبيعي. الدنيا كل الشباب وزلام في الدار والناس عياني، وانا مريضه بضلني اشتري دواء. وين العيد؟ بكينا نحتفل في العيد لو نحط الشجره ومع الناس تضيف نكا مبسوطين. شو بدهم يسووا الاطفال؟ اشي سنتين عنا واشي اربعه واشي خمسه واشي كلهم اطفال. يعني حرام، بيت لحم حزينه. لا بدهم يضووا الشجره. اول سنه بتجرى في الايام، اول سنه من مده السنين انه شجرة بيت لحم لا بتنضوى ولا بتتزين. احنا زعلانين شعبنا هذا. يعني احنا كيف هيك نضلنا؟ يعني منين كنا نضلنا نعيط على التلفزيون لما نشوف الاطفال اللي مخه طالع واللي اجريه؟ نضلنا خايفين على اولادنا مضابينهم في الدار طول النهار وبيشتغلوش. وبتعرف المطالب، بتعرفوا انتوا شو مطالب الاولاد؟ لا حليب ولا اشي ما فيه في الدار. فيش شغال. شو بدنا نسوي؟ وهي احنا صابرين واحنا عند اولادنا عايشين. انا عند ابني بستحق، كلهم بدي هيك بستحق اطلب منهم اشي. انا ابدا، انا ولا الطفل اللي عنده منين بده يجيب لي؟ واحنا زهقنا، جينا اضطرينا على بيت القديسه مرتا نشعر حالنا ان طلعنا بياخذونا وبيجيبونا ومنروح الظهر. شو بدنا نسوي؟ بدنا نغير جو؟ بدنا نضلنا على التلفزيون نبكي؟ شو بدنا نسوي؟ والله يحمي الجميع. احنا كل سنه بنضوي شجره القديسه مرتا هون، كل واحد بتطلع تحط اشي ونزينها وبنكون مبسوطين. بعيدوا علينا وبيسووا لنا غدا وكل اشي وتضييف. هالكيت هينا شو؟ يمكن ما نجيش، الله بيعلم شو بيصير فينا.